لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. نقرأ مقالا في صحيفة كتابات لعبد الخالق الفلاح بعنوان الظواهر السلبية وانتشارها في المجتمع العراقي. يتناول المقال تفاقم ظاهرة الاتجار بالنساء والبغاء وزيادة تعاطي المخدرات في العراق بعد 2003. يشير الكاتب إلى أن هذه الظواهر لم تكن غائبة تماما قبل ذلك، لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد. يستعرض المقال تقريرا سريا صدر عن دوائر صحية في العراق يكشف عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بمرض الإيدز وتعاطي المخدرات وتناول حبوب الهلوسة. يشير الكاتب إلى أن معظم هذه الأدوية تأتي من الخارج ولا تخضع للسيطرة والرقابة الصحية، ما يزيد من تفاقم المشكلة. ويشير الكاتب أيضا إلى ارتفاع معدلات الفقر الذي خلف العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة عن المجتمع العراقي، ومنها ممارسة البغاء بصورة علنية دون خوف من الاعتقال من السلطات الأمنية. كشف تقرير سري صدر عن دوائر صحية في العراق عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بمرض الأيدز وتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات وتناول حبوب الهلوسة وشم المواد الكحولية مثل الثمر ذي القيمة السمية العالية. إن أغلب هذه الأدوية تأتي من الخارج وهي غير خاضعة للسيطرة والرقابة الصحية، والجهات التي تمول البائعين المذاخر غير المجازة، والتي انتشرت بشكل واسع بعد انهيار الأوضاع في البلد وأدت إلى غياب الرقابة وأصحاب هذه المذاخر. فهناك مصطلحات متداولة بين باعة الأرصفة لم يستطع الصيادلة معرفتها. إن الانفتاح على هذه الظواهر السلبية كانت سبباً في عدم الانفتاح على العالم بما ينفع الناس، وبدأ الأمر وكأنه انفتاح على وضع جديد يؤسس لثقافة الدعارة والموبقات بسبب اضطراب الوضع السياسي والأمني وضعف النشاط الاقتصادي في العراق التي في الأساس يرفضها المجتمع، وفتح النوادي الترفيهية واختفاء آليات الضبط الاجتماعي. نطالع مقالا في صحيفة المدى للكاتب قحطان الفرج الله بعنوان محنة السادس الإعدادي في العراق. يناقش الكاتب نظام التعليم في العراق الذي يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ويصفه بأنه جامد وعديم المرونة مما يعيق تحديث التعليم في البلاد. يوضح المقال أن هذا النظام يسبب ضغطا كبيرا على الطلاب وأسرهم، خاصة مع اقتراب الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية. يقترح الكاتب اعتماد نظام معدل تراكمي يعتمد على درجات الطلاب طوال سنوات الدراسة بدلا من الاعتماد الكلي على امتحانات السنة الأخيرة، مما يحقق عدالة أكبر في احتساب جهود الطلاب ويعزز مرونة القبول في الجامعات والمعاهد. هذا النظام يهدد مصير الطلبة كلما اقتربت الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية، ويثير الرعب والخوف في نفوسهم وفي نفوس عوائلهم التي تنفق نصف دخلهم على التعليم. يبتسر جهدهم بدرجات عام واحد، وهذا يؤثر بطريقة مباشرة على مصير الطلاب وتطورهم العلمي، ويقضي على الكثير من المواهب والطموحات بهيمنة عامل الإجبار وغياب الرغبة في التوزيع العشوائي من خلال ما يسمى بالانسيابية. إن المشاكل الرئيسية للنظام الحالي وأحد أهم الانتقادات الرئيسية لنظام التعليم الحلزوني في العراق هو أنه يعتمد بشكل كبير على الامتحانات النهائية في السنة الأخيرة للطلاب في المرحلة الإعدادية، ويغفل عن معدلات السنوات المنتهية الأخرى. صار من الضروري أن يتم حساب المعدل التراكمي للطلاب بطريقة تعتمد على النسب المئوية للامتحانات الوزارية المركزية على أقل تقدير، والتي حددتها سياسة التعليم، بحيث يتم احتساب 30% من معدل السادس الابتدائي و 30% من معدل الثالث المتوسط و 40% من معدل السادس الإعدادي. وهكذا ستعطى قيمة للدرجات المتحصلة سابقا وفعالية حقيقية للامتحانات الوزارية المركزية في تحديد مصير الطلاب. نقرأ تقريرا دوليا في صحيفة المدى بعنوان معدل 64% هي بطالة بين نازحين وعائدين في نينوى وكركوك والأنبار.
يستعرض هذا التقرير الذي أعدته لجنة الإنقاذ الدولية التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه النازحين والعائدين في هذه المحافظات. يشير التقرير إلى أن البطالة تتفاوت بين المناطق، حيث تصل في ناحية قيروان في سنجار إلى 90%، بينما تسجل أدنى معدلات البطالة في راوة وعانة بنسبة 40%. يعزو التقرير ارتفاع البطالة إلى نقص الخدمات والفرص الاقتصادية وغياب القطاع الخاص، ويدعو التقرير إلى استثمارات لاستعادة الخدمات وتطوير مهارات الأفراد بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات وتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين والعائدين. تشير المنظمة الدولية في تقريرها إلى أن الحرب مع داعش نتجت عنها أزمة نزوح مزمنة لما يقرب من 1,140,000 شخص، أغلبهم مضى عليهم أكثر من 5 سنوات وهم في حالة نزوح مستمرة. وفقا لمؤشر حركة النازحين لمنظمة الهجرة الدولية، فإن كل من محافظة الأنبار ونينوى تضم العدد الأكبر من النازحين ويعيشون ظروفا معيشية صعبة. وكذلك نسبة العائدين كانت عالية في نينوى تلتها صلاح الدين والأنبار، حيث أن المشهد الاقتصادي يشكل تحديات للنازحين والعائدين هناك، وذلك للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية فيها وسوء طرق النقل التي تشكل عائقاً أمام توفير فرص العمل، مما يتطلب ذلك إجراء استثمارات لاستعادة الخدمات في تلك المحافظات. وكشف البحث التقييمي للمنظمة الدولية عن معدل عال للبطالة في كل من محافظتي نينوى والأنبار وكركوك، والافتقار إلى فرص العمل فيها يصل إلى نسبة 64%، مبيناً بأن الذين يبحثون عن عمل غالباً ما يفتقرون إلى المهارات التي تؤهلهم للعمل، وليست لديهم قدرة مالية ينفقونها للحصول على الخبرات المطلوبة. وذكرت المنظمة الدولية أن معلومات سوق العمل تكشف عن بطالة المتفشية بين فئة الشباب وحديث التخرج وبين العنصر النسائي أيضاً، مبينة أن من أسباب ذلك هو الافتقار لمشاريع قطاع خاص استثمارية ومحدودية فرص التوظيف الحكومية وفجوة في مهارات العمل بين الباحثين عن فرص العمل. نقرأ مقالاً في صحيفة الجزيرة نت للكاتب يحيى عالم بعنوان اليمين الشعبوي يتقدم في الانتخابات الأوروبية، مستقبل مليء بالمخاطر. يتناول المقال نتائج الانتخابات الأوروبية التي شهدت تقدم كبيراً في الأحزاب لأحزاب اليمين الشعبوي مثل الجبهة الوطنية في فرنسا التي حققت نسبة 32%. يشير الكاتب إلى أن هذا التقدم سيؤدي إلى تغيير الخريطة السياسية داخل البرلمان الأوروبي، مما قد يؤثر على التوازنات القائمة منذ عقود. يختتم المقال بالإشارة إلى أن الإساءة للإسلام والمسلمين وتصاعد الاعتداءات ضدهم يعزز أجندات التطرف اليميني، مما يزيد من تهميش المسلمين في المجتمع الأوروبي. أسفرت الانتخابات الأوروبية عن تقدم كبير لأحزاب اليمين الشعبوي داخل المؤسسة الأوروبية التي ترسم استراتيجيات الاتحاد وعلاقاته الخارجية ومستقبله السياسي والاقتصادي. وقد نظمت هذه الانتخابات في سياقات إقليمية يحكمها عدد من المتغيرات التي هيمنت على المشهد الأوروبي والعالمي في الآونة الأخيرة. وتشير النتائج المعلنة على سبيل المثال إلى أن اليمين الشعبوي الجبهة الوطنية في فرنسا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 32%. يمكن القول إن النتائج التي أحرزتها قوى اليمين الشعبوي ستؤدي حتماً إلى رسم خرائط سياسية جديدة داخل البرلمان الأوروبي، ومنه في عدد من الدول، ما قد يسفر في المديين المتوسط والبعيد مستقبلاً عن خلل في التوازنات القائمة منذ عقود بفعل اتساع الكتلة الانتخابية لليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية التي تمثل مركز الثقل في الاتحاد، ونخص بالذكر هنا ألمانيا وفرنسا وغيرهما من الدول. كما سيكون لحضوره المؤسساتي النوعي داخل الاتحاد الأوروبي تأثيره في منظومة التشريع والقوانين وفي السياسات الخارجية للاتحاد وعلاقاته التجارية والاقتصادية. نقرأ مقالاً في صحيفة عربي 21 للكاتب عصام نعمان بعنوان المشكلة ليست نتنياهو وبايدن بل أمريكا وإسرائيل. يتناول المقال مأزق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه المستمرة على غزة وإصراره على تحقيق أهدافه رغم الكلفة الإنسانية والمادية الباهظة.
يوضح الكاتب أن بايدن معروف بدعمه المطلق لإسرائيل والصهيونية، ويواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لها، مستخدما الفيتو في مجلس الأمن لمنع إيقاف الحرب وتقديم مساعدات مالية ضخمة لإسرائيل. يعبر المقال عن الانتقادات العالمية لإسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة. يختتم الكاتب بتأكيد أن المشكلة لا تقتصر على نتنياهو وبايدن، بل تمتد إلى النظامين الأمريكي والإسرائيلي بشكل منهجي ومؤسساتي. وكأن ذلك الانحياز والاصطفاف الكاملة لم يكن كافيا، يزداد الكونغرس بانحيازه على إدارة بايدن. أقر مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بلطجي قدمه الجمهوريون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات تحقيق أو احتجاز أو استدعاء لأشخاص بما فيهم عسكريون وموظفو الحكومة الأمريكية ومواطنو الدول الحليفة للولايات المتحدة إسرائيل ضد الولايات المتحدة وحلفائها. تشمل العقوبات إدانة المدعي العام كريم خان والمتعاونين بعمل المحكمة الجنائية الدولية لرفض إصدار تأشيرات وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، كل ذلك انتقاما لتوصية اعتقال نتنياهو ووزير حربه. الواقع أن الاصطفاف الأمريكي منهجي ومؤسساتي، ويتعدى صهيونية بايدن وقيادات إدارته وتزلف وبلطجة وانحياز الكونغرس. ونتنياهو وزمرة عتاة اليمين المتطرف المنتخبين من متطرفين إلى النظامين الأمريكي والإسرائيلي معا، وهنا يكمن المأزق والمأساة المروعة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. من العربي نعرض تقريرا مصورا لمأساة غزة. فقد شكل الحرمان من الغذاء استراتيجية رئيسة في الحرب على غزة، وشمل التطبيق الميداني المعتمد منع إدخال المساعدات وتحجيم كمياتها وتأخيرها بشكل كبير، وأيضا استهداف المنظمات التي تعمل في مجالات الإغاثة الغذائية، من بينها منظمة المطبخ المركزي العالمي World Central Kitchen الخيرية التي قضى 7 من موظفيها في غارة إسرائيلية في نيسان أبريل الماضي. تعرضت عمليات توفير الأغذية لغزة لتجاذبات كبيرة، واستخدمت كورقة ضغط ارتبطت بالواقع العسكري القائم ومتغيراته والأهداف السياسية الإسرائيلية التي لا تأبه لنتائج بلوغ الانتهاكات حد ارتكاب مجازر والتسبب في كوارث إنسانية وضرب كل المعاهدات الدولية. في المحصلة كانت النتائج مأساوية، أقلها الأجساد النحيلة للأطفال الذين بات بعضهم لا يملكون القدرة على التحرك، وتوقفت شعلة نشاطهم، وأكبرها مواجهة أمراض سوء التغذية وصولا إلى الموت في ظل افتقاد القدرات الصحية لمواجهة أدنى خطر صحي. وربما يصح القول إن ما يحصل في غزة هو تصعيد أو على صعيد تفشي سوء التغذية والجوع هو استراتيجية عالمية تعكس حقيقة تجرد العالم من الأحاسيس، إذ يتكرر الأمر ذاته في دول كثيرة في العالم تشهد أزمات عسكرية أو اقتصادية أو بيئية. نشاهد الآن تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها بعناية لكم تابعونا.
خلفت الاحتلال، هذول لما انسحبوا اليهود من اراضينا من خان يونس رحنا ولقيناهم جمعناهم على اساس نبيعهم للناس حطب، انه من قطعه الغاز يعني جمعنا صناديق اكثر من صندوق 600 صندوق مش قليل، من كل المربعات كل مربع نمرق فيه نلاقي فيه صناديق، وجمعناهم وجبناهم نكسرهم يعني نبيعهم حطب للناس من قطعه الغاز. طب ايش نسوي؟ فيش حطب، نزلوا كل الاحراش اللي عندنا قطعوهم وباعوهم من قله يا عم، والله من القله والله. الابواب هاي حلوق ابواب دور يا رجل، الناس ده نقصها وهاي ببعونا اياها، هذا من مخلفات الجيش يا عم، بنستعمله كوقيد ناكل نشرب منهم يا عم، هذا الجيش هذا اللي فجر في دورنا هذا، وهي بنشتري بمصارينا يا عم، واليوم الكيلو غاز حقه 100 شيكل وبدك مليون ونص عشان نجيبه. نلقاكم بإذن الله.